ليا، ببداية فقرتنا لليوم بدي أتوجه بسؤال إليك. كل شخص فينا عنده هواية بالحياة، خلينا نعرف شو هي هوايتك، كيف بتقضي وقت فراغك؟ هلا اكيد انا يعني كثير بحب كثير نشاطات، ولكن يمكن اكثر شيء احنا الصبايا بنجتمع على الشوبينج، على السبور، على المشي. بحب المشي كثير. كتير حلوة وانتي؟ هالهواية. أنا بحب التنس كتير وبلعب يعني بشكل دائم، ما بقطعها، كتير بحبها. ما بصير تقطعيها. أبدا. شي مرة بنزل أنا وأنت نلعب اكيد. تنس مع بعض. ليا فقرتنا لليوم، لكل شخص عنده هواية بحبها وبمارسها بوقت الفراغ، مثل الرسم، النحت، الحياكة والكتابة وغيرها. كل هالهوايات ممكن تتحول لعمل تجاري ومصدر دخل. رح نتعرف اليوم على صبية قدرت تحول شغفها وحبها لهوايتها مشروع على أرض الواقع. معنا اليوم نور دغمش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك يا نورا، أهلا يسعد فيكم. صباحك. بالبداية خلينا نتعرف مين هي نورا وشو هي الهواية يلي أنت كبرتيها جواتك. أنا نورا دغمش، هلأ كنت درست أول سنة بالجامعة الأمريكية ببيروت، وهلأ عم كمل هون اختصاص هندسة عمارة. عمري 19 سنة، وبلشت كان عندي دائما هواية بالرسم وبالديزاين، فحاولت كبر هالهواية بأنه أفتح مجال ومشروع إلي يكون هيك شيء خاص فيني، بس كمان أنه للعالم يحبوه ويلبسوه. شو هو؟ هو الكلودينج ديزاين، تياب للعمار الشباب، جيل الشباب. نورا انت كثير صغيره، 19 سنه، ومن ايمتى بلشتي؟ يعني قديش لك كم سنه مبلشه، وكيف يعني خطرت ببالك الفكره، واول خطوه بلشتي فيها شو هي؟ هلا اول شيء طبعا اول ما بلش الكورونا كنت محجوره بالبيت تقريبا 5 شهور، فقلت انه مستحيل اقضي هاي الفتره وما اكون مستفيده منها بشيء. فكنت مره قاعده عم طبعا اونلاين ستورز، عم اتفرج على محلات اونلاين، فاجت ببالي فكره انه ليش ما يكون عندي مثلا البزنس الخاص فيني، ويكون عنا بسوريا كمان انه شيء مرتب وحلو لجيل الشباب، انه الستايل الجديد اللي هن عم يلبسوه هلا. فكنت بفتره الحجر وخطر ببالي اني بلش ارسم لوجو، بس هيك بلشت رسمت لوجو بايدي وطلعت اسم، وطبعا الاسم اخترت انه لازم يكون له معنى، لو بحس الشيء اللي له معنى بيكون له قيمه اكثر. فعملت اللوجو وصرت هيك انه اعمل سكتشات، بس انه شو فكره البزنس اللي انا بدي اعمله، شو فكره التياب وهيك. فطلعت معي الفكره بوقت الحجر، قلت انه لازم استفيد من هالفتره، وعملت فكره الكلوذينج لاين بزنس. كثير حلو، برافو يا نورا. خلينا نشوف معك دفتر. هلا هون بس بدي ورجي العالم انه كيف طلعت كيف بلشت. تمام. أوكي. طبعا بلشت بس انه ارسم سكتشات بسيطه. أوكي. واللوجو بلش معي بهاي الطريقه. فهيك انا من فكره كثير صغيره عملت انه براند، اسم كبير بفتره قصيره. قصيره. طيب شو يعني كانه الديزاينات كانها كثير سبور. هي سبور. مالنا يعني كل العالم حاسه بالديزاينات بتتجه للفساتين، للشيء الرسمي، للشيء الغريب، انت اتجهتي للسبور يلي عن جد هو قليل تلاقي منه. بس هو اكثر شيء مطلوب واكثر شيء فينا نلبسه يوميا، وهذا جيل الشباب هلا من بين العمر مثلا 13 سنة لنص العشرينات كله هيك بحب اللبس المريح بس اللي ان ستايل. فلهيك انا حبيت انه مبدئيا بلش بلبس السبورات شوي. اكيد كانه الشعار على لابستيها. ايه. شعار البراند. خلينا نحكي طيب شو المعنى من البراند تبعك. خلينا نحكي بما انه قلتي الكلمه يعني كثير هي معبره. البراند وقت اخترتي، وخلينا نشوف اكثر التيشيرت. البراند التيشيرت هي في هاي الشورت سليف تي شيرت، طبعا عندي الاسم مكتوب كله ورا. هو المينينج يوفوريا، انا قريت مره قريت الكلمه بمحل فكثير لفتت لي نظري، فقلت انه بدي اعمل، قريتها بغنيه صراحه، فقلت انه بدي اي نيد تو سيرش انه شو المعنى الكلمه. طلع انه هو الانتنس هابينس اند اكسايتمنت، الفرح والاكسايتمنت الشديد، فكتير لفتني المعنى وقلت هو هذا المعنى بيعبر عن جيل الشباب، انه دائما مبسوطين ودائما اكسايتد، دائما متحمسين، ودائما اللبس يمكن اللبس بيعطي طاقه اكثر. فانا بدي انه خلي هذا الانرجي تبع الطاقه والحماس والسعاده انه
تكون موجودة بالتياب لما هني يلبسون يعني يحسوا فيهم هيك. طيب نورا خلينا نحكي كيف بدك تسوقي يعني للبضاعة للرسومات، بلشتي تعاقدتي مع حدا، عملتي شيء؟ احكي لنا وين صرتي هلا. أول شيء طبعا السوشيال ميديا هلا هو بمدة قصيرة، نحن أكيد ما رح نقول إنه هيك هلا فتحت الشركة أكيد لا، لا. لا. بس خلينا نحكي هلأ وين صرتي. أنا طبعا إنه أول شيء إجاني كتير، أول ما عرضت الفكرة على أهلي طبعاً هن بابا وماما أكثر عالم كانوا داعمين إلي، بس خصوصي كان أبي الدعم الكبير كتير إلي بكل شيء، يعني كل شيء كل خطوة بدي أخطيها كنت دايماً استشيره إله أول، لأنه هو عنده الباقر عنده الخبرة بهذا المجال مجال البزنس، فكل ما كل خطوة أخطيها كنت أسأله إله، هو كان أكبر داعم إلي. فطبعاً أول ما عرضت عليه احنا كله اونلاين والسوشيال ميديا اول ما عرضت عليه الفكره طبعا صار يعرفني على الاماكن انه كيف بدي بلش شو بدي اعمل. فاول شيء طبعا تعاقدت مع معمل فانه انا اعمل الديزاينات وكل شيء، وانه بس انه يعملوا لي الخياط والطباعه على القطع. طب نزلتي جبتي قماش؟ طبعا ما نزلتي على السوق وعلى الحمديه وهيك؟ هي متعه لانه تنزلي لنا القماش. وهو كمان شيء عمل كثير دقيق، يعني كل شغله بدك انه تتاكدي انه هي بيرفكت 100%. فشفت كثير قماشات، حكينا عن كثير قماشات، تعلمت كثير اشياء جديده انا ما كنت بعرفها من قبل، وهيك بلشت بالمعنى. اخي بدك كثير حلوه التيشيرت، حتى القماش كثير حلو، نوعيه اكيد ممتازة باينة. خلينا نحكي قديش أخذت منك وقت لصارت وقدرتي تلبسيها أو حتى تعرضيها؟ وكمان على فكرة تانية، هل الأسعار مناسبة بهالظروف الصعبة لكل الشباب يقدروا يشتروا من عندك؟ تمام. هلأ أول شيء طبعا لبين ما عملت الفكرة بلشت أشتغل فيها لحتى بلشنا بإنتاج التياب أخذت تقريبا مدة 3 شهور، من شهرين لثلاث شهور. فهيك كان اول دروب، هو البيسك كولكشن كان اخذني من شهرين لثلاث اشهر تقريبا. طبعاً. لانه بنعمل سامبلز بنعمل قطع لنجربها. ف وهلا مشان الاسعار طبعا اكيد لازم يكون السعر مناسب للجميع. اول شيء اخترت انه طبعا انا الاسعار يعني لازم الاسعار هي حتناسب للجميع. خلينا نحكي كمان الاعمار، يعني انت مين بتلبسي مثلا؟ من اي عمر لاي عمر بتنصحي يلبسوا من عندك مشان ننصح الشباب يعني يشتروا من عندك؟ من عمر 12 سنه لمده العشرينات لنص العشرينات ل 25 26، يعني هو لبس لكل الاعمار هاي، يتراوح بين عمر 12 ل 25 سنه، لانه هو لبس سبور وعملي ويومي لكل يوم ولكل الوقت، بس بستايلات ومريح، بس بستايلات جديده مهضومه وجديده. نورا خلينا نرجع نحكي، يعني هلا انت فتي بعالم البزنس وان شاء الله هيك بنشوفك بالعالميه يا رب، ولكن خلينا نحكي يمكن انت عم تدرسي عماره. خلينا نقول انه اذا اي حدا من الشباب حابب يعمل بزنس مع دراسته، كيف فيه ينسق بين الاوقات، وخاصه اذا كان مثل العماره يعني كثير بدها دراسه وشيء عملي وشغل وتركيز. فانت كيف عم تلحقي وتوفقي بين اثنين؟ تمام. انا بحس انه كل حدا عنده طموح، قد ما كان وقته مليان بيقدر يضبط وقته على كل شيء بده يعمله بالحياه. فطبعا يعني انت اذا عندك طموح وبدك فكره وبدك توصلي للشيء اللي انت بدك اياه، ما في شيء بيقدر يوقفك، لا درس لا شغل ولا حدا، بس انه لازم انه تشتغلي working hard، لازم تشتغلي كثير وتتعبي لتوصلي. طبعا هي اول مرحله انا بقول هي اصعب مرحله مرحله انه بدنا نبلش ولا لا، وانا بقول العالم ما تخاف، سبيشلي جيل الشباب ما يخافوا يشتغلوا، اذا عندهم حلم يبلشوا فيه، حتى لو مثلا ما نجحنا من اول مره بننجح من ثاني مره اذا نحن بدنا ننجح يعني. أكيد. واذا حاطين براسنا انه بدنا نوصل لهذا الهدف بنوصل له، بس المهم ما نخاف وناخذ الريسك وما نتراجع. اكيد ولازم نبلش، واكثر شيء حلو انه يكون في عندك داعم مثل عائلتك. اكيد طبعاً. انا بدي اوجه لهم تحيه، وجه تحيه لكل الاهل اللي بيدعموا اولادهم دائما، بيوقفوا معهم بانطلاقتهم بنجاحهم حتى مراحل صعبه بحياتهم. اكيد شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا نورا، موفقه، برجع بقول لك ان شاء الله بنشوفك بالعالميه، واكيد كلنا رح نلبس من عند نورا وندعمك. أكيد. أكيد. اكيد ميرسي كثير، شكرا لكم، شكرا لك.